والنصف صباحا بالمنطقة الصناعية قار مصطفى بمدينة ولد موسى بولاية بومرداس. وحسب مصالح وعوان الحماية المدنية فالحريق شب في مصنع لإنتاج الولاعات، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد الآن، وحسب طبعا تصريح لنسيم برناوي مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية والذي كان في مداخلة هاتفية معنا صبيحة اليوم، أكد أن وحدات وعناصر الحماية المدنية تعمل بجهد كبير من أجل السيطرة على الحريق وإخماده. وهذه المشاهد التي نرصدها لكم عبر المباشرة تظهر تمكن مصالح وعوان الحماية المدنية المتواجدين في الميدان من السيطرة على الحريق وعملية إخماده كليا تبقى متواصلة في حين الانبعاثات القوية للدخان تبقى تتصاعد، ويبدو أنها خفت قليلا مقارنة بصبيحة اليوم التي كانت انبعاثاتها قوية جدا. مصالح الحماية المدنية، وكما أشار السيد نسيم برناوي مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، قال بأننا خصصنا ما يزيد عن 10 شاحنات كبيرة من أجل إخماد والسيطرة على هذا الحريق، وإن كانت المهمة صعبة فوحدات الدعم متوفرة خاصة من ولاية الجزائر وأيضا من ولاية بومرداس. إذن تم تخصيص شاحنات ما يزيد عن 10 شاحنات كبيرة من أجل إخماد والسيطرة على هذا الحريق الذي انتشرت ألسنته بمصنع لإنتاج الولاعات. وكما قال مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي فإن من بين أهم الأسباب التي ساهمت في انتشاره بسرعة وساهمت أيضا في الانبعاثات القوية للدخان جراء ألسنة اللهب هو المواد الأولية طبعا المستعملة في صناعة وإنتاج الولاعات، وتتمثل بالدرجة الأولى في الغاز وأيضا مادة البلاستيك طبعا التي ساهمت في انتشار ألسنة اللهب وساهمت أيضا في الانبعاثات القوية للدخان، حيث قدم أيضا نصائح بالنسبة لسكان المجاورين والقريبين من هذا المصنع ضروري إغلاق النوافذ بإحكام حتى لا يتسرب الدخان المنبعث جراء هذا الحريق إلى المنازل ما قد يتسبب في أضرار صحية بالنسبة للساكنة بالقرب من المنطقة الصناعية قار مصطفى بمدينة ولد موسى بولاية بومرداس. وأهم شيء ضروري الإشارة إليه هو أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح لحد الساعة. إذن مصالح وأعوان الحماية المدنية كما نتابع في هذا البث المباشر والحي من مكان الحادث، مصالح الحماية المدنية طبعا تعمل على إخماد النيران وتعمل على السيطرة عليها وإخمادها كليا والحد والتقليل من الانبعاث الكثيف للدخان. نعود مشاهدينا الكرام بعد فاصل.